اللي بيعمل حاجة هو أصلا بيسعد نفسه. يعني لما تيجي تشوف الكلام المكتوب تحس إن هو واحد أصلا بيقعد على نفسه بيسعد نفسه بما يكتب. أنا بعمل شخصية هنية مرات سيد درويش، ست يعني هو كان جثة أيامها، كان شخصيته قوية عليها، كانت بتخاف منه جدا وكانت بتترعب منه جدا، ومكهورة وست بيت وما تقدرش تجرؤ انها يبقى ليها عليها تبقى هي عليها كلمة ليه. فهي شخصية ضعيفة طبعا في سياق المسلسل بيبان ده. طبعا هي بتحبه وبتحب اي حاجة هو بيعملها وبتحب الغنى. هما كانت العيلة كانت رافضة حتة ان هو يغني او كده، فده يعني كان بيعتبروها عيب بالنسبة للعيلة. يعني انا متفقة معاه في كل حاجة، بس حتى ما بقدرش اصرح له بده. يعني معنى اصح اني ماليش كلمة، بخاف منه وبترعب جدا منه. فدي في شخصيات من الستات كتيرة جدا بتبقى سلبية، بتبقى ما فيش شخصية، جوزها شخصيته هي بتضغى عليها. وكان ده في زمن من فات ان الست غير الراجل تماما في حاجات كتيرة جدا جدا. السيد بقى وكده. طبعا في السيد هي بتبقى ده الجيل القديم قوي. وبعدين انا دلوقتي الست طبعا بتختلف في الوقت الحالي، لكن برضو الست ست وراجل راجل. برضو الست مش هتحس بالراجل الا ما تكون هي هو شخصيته قوية، حتى في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. هي طبعا اهل الهوى مفروض بيأرخ لمرحلة معينة كان موجود فيها الاستاذ بيرم التونسي والفنان الكبير سيد درويش، واهل الهوى واهل الفن والادب في نفس والسياسة والاقتصاد في نفس المرحلة دي. انا عامل شخصية اسمها بهجة كريتلي، كان موجود في نفس العصر ده، وكان درس اعلى درجات الدراسات الاكاديميه في الموسيقى بره، لكن للاسف هو كان ثقافته الفنيه او الموسيقيه كانت كلاسيكيه قوي، ما توصلش للناس في مصر ايامها يعني. فلما سمع سيد درويش ده اللي يمكن الشيء اللي شدني للدور قوي، ان هو حصل له مزج ما بين الاعجاب الشديد والانبهار بسيد درويش والحقد الشديد برضه، انه قدر يوصل للناس وبهجه ده مش يوصل للناس. وبتصير الاحداث بقى وبنشوف هيحصل ايه بعد كده جوه المسلسل. الشخصيه دي كانت موجوده في فيلم سيد درويش ولا ما كانتش موجوده؟ لا ما كانتش موجوده في الفيلم، بس هي موجوده في العصر ده حقيقيه يعني. شخصيه حقيقيه؟ موجوده كانت. بدل ما ايش مات فينا حاسك ايدك فين واحنا نبقى لكل واحد والآيات تكون أهل الهوى. الأستاذ محفوظ عبد الرحمن الكاتب الكبير والمخرج الكبير الأستاذ عمر عبد العزيز حبوا يقدموا لنا تحفة من الزمن الجميل. هو نوع من الجرد الثقافي لو جاز التعبير، تاريخ لمصر في مرحلة كانت سرية جدا جدا بالشعراء وبالأدباء وبالحركات السياسية، فيها الكثير من الحس الإنساني من خلال حياة ومسيرة أكثر من شخصية، أهمها قد يكون طبعا نجمنا العظيم اللي كلنا جايين بمعيته الأستاذ فاروق الفيشاوي اللي هو بيرم التونسي، وطبعا سيد درويش و ميراثه الكبير من خلال المطرب والنجم اللي فرحنا جدا انه رجع تاني الى صفوفنا ايمان البحر درويش، ومجموعه هائله من النجوم دينا. الحقيقه ايمان مش عارفه اسمي اسماء لانه مدام سميرة عبد العزيز كاست كبير جدا جدا جدا، كل واحد مننا عامل شريحه معينه. فستاني اللي لابساه ده يعني شيك جدا في منتهى الشياكة، فاحكي لنا بقى قصه المشهد اللي داخله تصوريه على طول. مصمم الازياء الاستاذ مجدي ومساعدين واستاذ اشرف والصبايا الحقيقه اهتموا بتفاصيل ديتيلز، قعدنا على الويب سايت وقعدنا على الورق اللي هم جايبينه. انا اكتر يعني انا مريضه تفاصيل، فكل حاجه كنت يعني مثلا البرنيطه دي علشان البسها واقتنع اني البسها قلبت الدنيا، وقعدت ابص وذاكر بذاكر لون الاحمر
مش حتى خالص لو انت واخد بالك ميك اب ظلال جفون، لانه في المرحله دي اكتشفت انه ما كانش في عندهم، كان في اي لاينر، ما بعملش حاجه مجانيه، فكل حاجه بذاكرها بعملها كاني امبارح لسه داخله الوسط الفني. فبشكر كل الاساتذه اللي ساهموا باللوك ده، وعلى راسهم استاذ سمير حمامي هو اللي عامل الستايل الاصعب اللي هو الكروناتي. انا حابب الموضوع جدا، الاهم ان كنت مستني ان اشتغل مع محفوظ عبد الرحمن استاذنا العظيم، فكتبت لي. يعني انا اعتقد انه شرف كبير قوي ليا ان اسمي يقرن مع الاستاذ محفوظ، فده شرف كبير، دي اجمل حاجه في الموضوع. الموضوع من الاول اسمه اهل الهوى، هو تركيبه علاقه الثلاث صحاب ببعض، واهل الهوى دي كان مجموعه زي شله اسمها اهل الهوى، زي شله الحرافيش بتاعت نجيب محفوظ. اكتر حاجه شايفها ان هي هتتعبك في المسلسل ده ايه؟ الخارج، لان كل شيء اتغير، انت بتخترع مناطق ما دخلش فيها، يعني اغلب كان الكهرباء ما دخلتش، انت مش عارف تصور الالوميتال التكييفات اللي في العمارات، فده ده اصعب شيء يعني، عشان كده للاسف بتركز على الداخلي للاسف. يعني شخصية جليلة، حبيبة سيد درويش، شخصية معروفة كل اعتقد كل الناس عارفينها، هي علمة اسكندرانية. حبيته بس ما عرفتش انها بتحبه وهي معاه، عرفت انها بتحبه بعد ما سابته. هو اللي سابها، هي ما سابتهوش، هو اللي سابها. وبعد كده تعذبت بقى، عندها مأساة، وفضلت لحد اخر حياتها بتحبه. بتاكد شفت الفيلم طبعا الجميل اللي السيدة العظيمة هند رستم. لا، هو الدور مش هو ده الدور خالص، لان اعتقد البطولة في المسلسل هنا البيرم التونسي اكتر من سيد درويش، او علاقة بيرم التونسي بسيد درويش، يعني العلاقة ما بين الاتنين. فجليلة واخدة سكة تانية خالص، مش متركز قوي على علاقتها بسيد درويش زي علاقتها بالعالم بتاعها. طب بصراحة مش خايفة من المقارنة مع النجمة الجميلة الراحلة هند رستم؟ محدش يتقارن مع هند رستم، انا اول واحدة اقدر اقول كده، مفيش وجه مقارنة خالص. انا بعمل جليلة، شخصية جليلة، بس ما بعملش شخصية هند رستم. كان الفكرة بدايته انه يعمل بيرم التونسي، حياة بيرم التونسي، وبعدين لقاها حياة عريضة جدا وطويلة جدا، مش هيكفيها مسلسل واحد، او مش هيكفيها 30 حلقة بس، فغير الفكرة وقال ناخد المرحلة بتاعت بداياته لغاية ما هو يتنفي وسيد درويش يتوفى، فهي دي تبقى اهل الهوى، يبقوا هم الناس دول هم اهل الهوى. وكمان مش كل شغل محفوظ اشتغلت فيه، لما ما بيبقاش فيه دور ما بشتغل، يعني ما بشتغلش. فلكن هنا من الاول هو عارف ان في ام سيد درويش موجودة وانا بلعب دور الام، ففرحت بيها. اهل الهوى يا ليل صحبة وانا معهم، احدى روائع كوكب الشرق ام كلثوم، نشاهدها من خلال قصة حياة الشاعر الكبير والزجال العظيم بيرم التونسي، من خلال مسلسل اهل الهوى الذي قام بكتابته الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، ويخرجه المخرج الكبير ايضا عمر عبد العزيز، ويقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم فاروق الفيشاوي وايمان البحر درويش والراقصة دينا. من القاهرة محمد سعد لبرنامج تراجي. العراقية رحمة رياض أحمد سجلت بيروت أغنية إلا أقولهم على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج زياد خوري. هذه الأغنية من كلمات حازم جابر وألحان حاتم العراقي. رحمة تحدثت من بيروت عن جديدها بمشوارها الفني.
اجواء الكليب اكيد حلوه بس بنفس الوقت متعبه، لانه يمكن تاخذ يوم كامل، ممكن تاخذ 13 الى 15 16 ساعه. بس الحلو بيه انه انت قاعد تسوي شيء إلك، يعني ما قاعد مل اي احد، يعني انت هذا تعبك، هذا فيديو كليب اكيد ان شاء الله باذن رب العالمين حيكون منه نتيجه. يعني فكره الكليب عادي، بيوتي شوت، بنيه تغني وترقص وتضحك طبيعي، يعني ما ماكو شيء افتعلناه يعني. ايه كم لك كان لك بالكليب، ومنو اللي لبسك اهتم بشعرك؟ هم كانوا 7 او 6، ولبسني هو شاب اسمه إلي أبو فيصل. الشعر كان صالون جون جديد إلي وكواليت اسكندر ميك اب. شو كنت راح نشوف الكليب على الشاشات العربية؟ إن شاء الله بعد يعني ماكسيموم 10 أيام أكيد حنشوفه على شاشاتكم. أكيد إن شاء الله. تحضرين الألبوم، شو حتخبرينا عن الألبوم؟ تعامل ويا منه شعراء ملحنين، بمفاجأة ديو مع فنان عربي أو شغل مع فنان عربي؟ هو دويتو لا ماكو. والألبوم عندي إن شاء الله أغنية من حاتم العراقي، وعندي أغنية من فايز السعيد طبعا مع حفظ الألقاب، ومع فهد الناصر. هذول الأسامي، الأسامي الباقية أكيد معروفة، مثل الفنان القطري سعود جاسم، مثل ضياء الدين، مثل ملحنين عراقيين صراحة، وأكيد كلمات يعني حازم جابر تقريبا ماخذ نص الألبوم. أي وأكيد أكو أغاني من أغاني والدي جددتهم. كم أغنية لوالدك جدتي وأي أغاني اختاريتي؟ هو 3 أغاني. حقول لك على وحدة، 2 ما لا خليها مفاجأة. أوكي. بس شالوا توزيع مهند خلاص. وين حتكونين بالايام الجاية؟ حفلات، سمعنا اكو جوائز قريب. صحيح، عندي جائزة من الميم اوورد بمصر، جائزة تشجيعية عن افضل اعتقد فئة فنانة شابة، وعندي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حفلات برا، بس بعدني ما يعني هو على 19/8 بس بعدهم ما متأكدوا. عندي بالدوحة وبغداد بعد. سمعنا اكو مشروع تمثيل ومسلسل، وشو حتخبرينا عن هذا الموضوع؟ مسلسل عادي، بس مسلسل ضخم، مسلسل يعني كنت احلم اذا اريد ابلش تمثيل ابلش بهيك عمل. بس عايش بقلبي قايد بحبي واترك وخليهم، عايش بقلبي شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم لأخباري الشرقية دائما سباقة طبعا، وأتمنى يعني أنه توصلون بمتابعتكم للفنانين الشباب. ما بين القاهرة، بيروت وعمان، وبشوارع أهل الفن.
ملتقانا الأسبوع الجاي وبنفس الموعد. هذه تحياتي أني هند خالد وتحيات فريق العمل كل مكان. باي.